بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لنعمة الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، أمة رسول الله وخليل الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ثم أما بعد، أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله سبحانه وتعالى أن لا يهتك لنا سترا وأن لا يفضح لنا عورة، لا في هذه الدنيا ولا يوم العرض الأكبر عليه. وأسأله عز وجل أن يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا من أهل الجنات، فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم الأفاضل، قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. هذا البلد الحرام وهذا البيت العتيق وهذا المسجد الحرام هي مسميات نجدها في كتاب ربنا جل جلاله، فهذه البلدة بلدة حرام، وهذا هو المسجد الحرام، وهذا هو البيت العتيق الذي قال الله عز وجل في كتابه: فليطوفوا بالبيت العتيق. وهؤلاء الذين حول البيت هم المسلمون، وهؤلاء هم أهل القبلة، لأن الله عز وجل قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: من صلى صلاتنا واتجه نحو قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهذا هو المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. وهؤلاء الذين يفدون إلى هذا البيت العتيق في مثل هذه الأيام وفي مثل هذا الموسم هم الحجاج وهم العمار، والله عز وجل ذكر فعلهم وذكر هذا الأمر في كتابه، فقال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكركم في قوله وسنته، وقدم الحجاج في المكانة وبين فضل العمل الذي يقومون به، وأعطاهم لقبا عظيما جردهم من كل نسب أرضي ونسبهم إلى الذات العلية الله جل جلاله، فقال عليه الصلاة والسلام: وفد الله من الناس ثلاثة، وفد الله من الناس ثلاثة، ثلاث فئات هم الذين أكرموا بهذا اللقب وفد الله، يقولها رسول الله
صلى الله عليه وسلم، فقال: وفد الله من الناس ثلاثة: الغازي في سبيل الله، والحاج، والمعتمر. فهؤلاء ثلاثة الذين استحقوا هذا اللقب، والحجاج والعمار ممن أكرموا وأعطوا هذا اللقب الشريف الرفيع وفد الله. وهذا الحاج ينجز أعمالا عظيمة هي من الدين المشترك. وما معنى هذه الكلمة العظيمة؟ بمعنى أن هذه العبادة أنجزها وأداها وعملها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أي ليست هي فقط من فعل نبينا ورسولنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، بل قد فعلها من قبله من الأنبياء. ونجد هذا في القرآن في أمره جل جلاله لخليله إبراهيم عليه السلام، رافع قواعد البيت، أمره أن يؤذن في الناس بالحج، فقال الله عز وجل لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فالخليل أذن عليه السلام، والخليل عليه السلام حج، وحج معه ابنه إسماعيل. وفي أثناء بناء البيت كما ذكر الله عز وجل عنه وعن ابنه النبي الكريم، وهما يرفعان قواعد البيت، كان من دعائهم: وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي الحديث أن الله عز وجل بعث جبريل عليه السلام إلى الخليل إبراهيم وأخذه وعلمه مناسك الحج. فالخليل عليه السلام حج، ومن بعده من الأنبياء. فرسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: لقد صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، وقال: لقد مر بفج الروحاء 70 نبيا يؤمون البيت الحرام. وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي عسفان بين مكة والمدينة، فقال: يا أبا بكر، أي واد هذا؟ قالوا: وادي عسفان. قال: كأني بهود وصالح على بكرات يؤمون البيت الحرام ملبين. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق، فقال: أي واد هذا؟ قالوا: وادي الأزرق. قال: كأني بموسى بن عمران وعليه جبة حمراء وله جؤار بالتلبية. وكذا عندما مر على ثنية هرشة قال: أي ثنية هذه؟ قالوا: ثنية هرشة. قال: كأني بيونس بن متى على دابة جعدة خطام ناقته خلبة وهو يلبي. فالأنبياء جاءوا إلى هذا المكان وطافوا حيث طفتم، ووقفوا في هذه المشاعر، ولبوا كما لبيتم. وهذه العبادة العملية التي اتفق الأنبياء على أدائها على طريقة الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجته كان من مقاصدها تصحيح وتصويب
ما أحدثته قريش في أمر الحج، ومن ذلك أنهم كانوا يوم عرفة ينفرون منها قبل غروب الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة بعث عددا من أصحابه، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، أن ينادوا في الناس: ابقوا على أماكنكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فهذا الحج وهذا هذه العبادة لعلو قدرها جعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام، وجعل لها هذا المكان الذي اصطفاه الله واختاره الله وأحبه الله جل جلاله بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال يوم خروجه من مكة وهو واقف على الحزور: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت ما خرجت ولا سكنت غيرك. فهذا المكان مصطفى وهذا المكان مختار، والله عز وجل هو صاحب الحق في الاصطفاء والاختيار. قال الله عز وجل في كتابه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. وهذا هو الأصل العقدي الإيماني العظيم فيما يتعلق بهذا البعد المكاني عند المسلم. فالمسلم ينطلق في تعظيم هذا المكان وتقديسه من هذا الأصل الإيماني، من هذه الحقيقة القرآنية أن الله عز وجل هو صاحب الحق أن يصطفي من خلقه ما يشاء وأن يختار من خلقه ما يشاء. فالله اصطفى من الناس الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم، واصطفى من أولي العزم الخليلين. هذا اصطفاؤه وهذا حقه. والله عز وجل اصطفى من الأيام والزمان أشهرا، الأشهر الحرم، واصطفى شهر رمضان، واصطفى أشهر الحج، ومن الأيام اصطفى هذه العشر التي هي عشر ذي الحجة، ومن العشر اصطفى يوم عرفة ويوم العيد يوم الحج الأكبر، واصطفى يوم الجمعة، واصطفى يوم الاثنين. هذا حقه، فهو الخالق الحكيم جل جلاله: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فاصطفى هذا المكان على سائر بقاع الدنيا ليكون موضع بيته فيه. فقال عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ومن وفق لهذا العمل ومن أكرم ببلوغ هذا المكان في مثل هذا الزمان لإنجاز هذه العبادة، أحسب وهو باق أياما معدودة في هذا المكان أن يكون وجوده هنا فرصة أن يزداد معرفة وعلما بأمر هذا البيت وأمر هذا المسجد وأمر هذا العمل وقيمة العمل الذي جاء لأجله. الحجاج والعمار هم صمام أمان هذا البيت، لن يسقط بناء البيت ويوجد حاج واحد ومصل واحد نحو البيت،
ولن يبقى البيت إذا انقطع ركب الحجيج كله. قالها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ذلك. فالساعة لا تقوم وهذا البيت موجود، والبيت لا يزول ويوجد الحجاج والعمار. فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو يعلى في مسنده، قال: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. قال ابن عباس فيما صح عنه: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لأطبقت السماوات على الأرض. وقال الإمام طاووس بن كيسان عالم الحرم، قال: لو أن الناس كلهم تركوا الحج سنة واحدة لقامت عليهم القيامة. فأمر الحج عظيم، والحاج ينجز عملا عظيما في ميزان الله، وله أثر عظيم على الكون كله وعلى الناس. هذا قيمة العمل الذي ينجزه الحاج في هذه الأيام. فنقف بإذن الله وقفات من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نستعرض من خلالها أمر هذا البيت والأعمال عند هذا البيت. ولكن نقف في يومنا هذا أيضا مع هذا البيت وما ذكره الله في كتابه الكريم عن هذا البيت العتيق. أولا، لا نجد مكانا ولا بلدا ذكرت في القرآن ذكرى الإجلال والثناء والاختصاص والتمييز والعطاء والتأثير والفضل والمكانة كما ذكر الله عز وجل عن هذا البيت وعن هذا البلد، عن هذا البيت العتيق، الكعبة الشريفة. الكعبة ذكر الله ذلك في كتابه هديا بالغ الكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. الله جل جلاله هو الذي سمى هذا البيت بأنه هو الكعبة. فلن نجد في القرآن مكانا ذكر بالثناء والتمجيد والمكانة والفضل كما ذكر الله عز وجل عن هذا البيت وعن هذا المسجد وعن هذا البلد المحيط بهذا البيت. ذكر البيت مثل جزءا رئيسا من قصة أبي الأنبياء خليل رب العالمين إبراهيم عليه السلام. فأمر البيت وشأن البيت إنما كان جانبا من جوانب قصة الخليل إبراهيم عليه السلام في القرآن العظيم. فنجد في القرآن ما ذكر الله عن الخليل قوله: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. استجاب الله وجعل البيت مثابة للناس. ونقف مع هذه الخصيصة المثابة. ودعا ربه جل جلاله أن يبعث في نسله في هذا البلد رسولا منهم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فاستجاب الله وبعث سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه من عند هذا البيت وفي هذا البلد. وقال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. وقال الله: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت.
فإذا خبر البيت هو جانب من قصة الخليل إبراهيم في هذا القرآن العظيم. والله سبحانه أخبر أن لهذا البيت خصائص عظيمة، كل واحد منها له شأن عظيم وأثر كبير على الناس وعلى الكون كله. آية من آيات الله أمر هذا البيت، فهذا البيت جعله الله عز وجل هدى للعالمين. وهل في الدنيا مكان وصف بهذا الوصف إلا البيت؟ الله جل جلاله جعل الهداية للناس في أصول ثلاثة بها يهتدي الناس: هداية الدلالة والإرشاد والبيان، أولها القرآن، فنجد في القرآن قول ربنا جل جلاله: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ونجد في القرآن قول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وثاني أصول الهداية للناس النبي صلى الله عليه وسلم في حياته بقوله وفعله وتقريره وبعد وفاته بسنته وسيرته المنقولة عنه، قال الله في القرآن: وإنك أي يا محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالنبي يهدي والقرآن يهدي. أما ثالث هذه الأصول فهو هذا البيت، قال الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا البيت هدى. فهذه الأصول الثلاثة هي منهج أكمل وهو القرآن، وتطبيق أمثل وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومكان فاضل مقدس معظم وهو هذا البيت العتيق. فبها يهتدي الناس، وبها يعود الناس إلى ربهم. فهذا البيت هدى، والهدى الذي ربط بهذا البيت هذه الآيات البينات التي من تدبر وتأمل فيها أرشدته إلى ربه وعرفته بهذا الرب العظيم وكمال قدرته. إن رأى إلى البيت وحفظ الله له هذه السنين والقرون الطويلة على تقلب الأحوال وتعاقب الأمم، والبيت باق والبيت هدى، وليس إلا الله الحفيظ يحفظه. فالبيت هدى آية في هذا الحفظ، يتأمل الإنسان ويتدبر من الذي حنن القلوب، ومن الذي أخرج هذا الإنسان الشيخ الكبير من بيته ومن قريته ومن عمله ويسافر هذه المسافات. إلا هذه الآية أن الله جعل البيت مثابة، القلوب تنعطف وتميل وتهوى هذا المكان. آية من آيات الله. وأذن في الناس بالحج يأتوك، الله قال يأتوك، إذن سيأتوا. آية من الآيات يتدبرها الإنسان تدله على كمال قدرة الله جل جلاله. ثم أيضا يهتدي بهذه الأعمال والشعائر التي تؤدى هنا من الصلاة والطواف والسعي والحج، شعائر تؤدى هنا، وهذه أيضا معالم هدى للإنسان.
هدى. لو تأملنا يا إخوة، أركان الإسلام خمسة، وكلنا يعلمها ويحفظها، وليس مسلم إلا يعلمها ولكن لو تدبرنا، هل في الدنيا بلد تقام على ثراها وأرضها أركان الإسلام الخمسة كلها سوى مكة؟ مجرد خروج الإنسان عن حد الحرم بمقدار شبر لن ينجز من أركان الإسلام إلا أربعة. والبلد الوحيد الذي تنجز على أرضه أركان الإسلام كاملة هو بلد الله الحرام، بلد المشاعر والشعائر، لأن الله قال: ولله على الناس حج البيت، وهذا هو البيت لا غير. فهذا المكان الذي تنجز فيه أركان الإسلام الخمسة، وهذا معلم من معالم الهدى. فالبيت هدى، والهداية أمرها عظيم، من أول ما خوطب به الأبوين أثناء نزولهما من الجنة: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأعظم دعاء وأوجب دعاء نسأله من ربنا جل جلاله هو طلب الهدى. أليس هو الدعاء الوحيد الذي نجده في سورة الفاتحة وندعو به ربنا وجوبا، لأننا كلما صلينا وفي كل ركعة ركنها الأساس قراءة الفاتحة، وفي وسط الفاتحة نجد هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم. ولو كان هناك دعاء أعظم من طلب الهدى لذكر في كل يوم، من يوم أن بدأ الإنسان يعلم الصلاة وهو ابن 7 سنين يقرأ سورة الفاتحة وفي وسطها هذا الدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، إلى أن يموت وهو يردد هذا الدعاء. فهو أعظم دعاء طلب الهدى، وهذه هي الأصول التي بها يهتدي الإنسان، وهذا البيت واحد منها. إذن مكانة عظيمة لهذا البيت ما جعلت لغيره وما أعطيت لغيره بهذا الوصف وبهذه المكانة. أيضا نجد في القرآن العظيم أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا البيت مبارك، والبركة وبركة هذا الفعل في لغة العرب يدل على معنيين: المعنى الأول بمعنى الثبات والديمومة، والمعنى الثاني بمعنى النماء والزيادة. وإن نظرت إلى المعنيين ونظرت إلى البيت ومعاني البركة التي وضعت فيه فستجد كلا المعنيين موجود في هذا البيت: البركة بمعنى البقاء والديمومة، فهذا البيت محفوظ بحفظ الله وسيبقى ما بقيت الحياة، شاء من شاء وكره من كره سيبقى البيت، لأن الله تكفل بذلك ولأن الله حفظ هذا البيت. فهذه آية، فالبركة إذن بقاؤه، البركة بقاء العبادة حوله، ومن ذلك تلك الضمانة التي أعلنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بأن البيت سيبقى لأهل الإسلام وسيبقى من حوله أهل إسلام إلى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح،
بمعنى أنها لن تعود مكة بلد كفر، فيضطر أهل الإسلام أن يهاجروا منها، بل ستبقى بلد إسلام وأهلها أهل إسلام، لا هجرة بعد الفتح. وقال لن تغزى هذه أبدا إلى يوم القيامة، لن تغزى من كافر، فستبقى بيد المسلمين. ضمانة ربانية أعطيت لهذه الأمة ولهذا المكان، فهذه من معاني البركة. أيضا من معاني البركة وهو استدامة هذا الحج، وأنه لن ينقطع إلى يوم القيامة، بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت سيحج بعد خروج يأجوج ومأجوج، سيبقى الحج إلى آخر هذه الدنيا في العام الذي يريد الله نهاية هذه الدنيا فينقطع ركب الحج، وأما ما قبل ذلك فلن يكون ولم ينقطع الحج ولا عاما واحدا من زمن الخليل إلى اليوم. فإذا هذا من معاني البركة التي ربطت بهذا البيت. ومن معاني البركة بمعنى النماء والزيادة هذا الأجر العظيم وتلك العطايا الربانية لمن يتعبد الله في هذا المكان. اتفق علماء الأمة على أن العمل في مكة شرفها الله أفضل من غيرها، العمل الصالح، بالاتفاق أن العمل الصالح في مكة أفضل من غيرها في أرض الحرم، وأن الصلاة في هذا المسجد 100,000 صلاة فيما سواه. وجمهور أهل العلم أن 100,000 أيضا في كل الحرم، أرض الحرم، فهذا من البركة التي جعلها الله عز وجل في هذا البيت مضاعفة الأجور، يعني الفرض الواحد كأجر من صلى خارج الحرم 55 سنة وستة أشهر وعشرين ليلة، من صلى فرضا واحدا عمر إنسان، فهذه من البركة التي جعلها الله في هذا الحرم. فإذا هذه خصيصة، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ومن الذي يضع البركة في الشيء؟ الله جل جلاله، هو الذي يبارك ما شاء، هو يختار ويبارك ما شاء. فالله عز وجل بارك هذا البيت وبارك ما حول البيت، فالبيت مبارك وما حوله مبارك. أيضا مما ذكره الله عز وجل في كتابه من خصائص هذا البيت أن الله عز وجل جعل هذا البيت قيام، وهذا وصف عظيم. ومن الأسماء الحسنى في القرآن العظيم القيوم، الله عز وجل هو الحي القيوم، والقيوم هو القائم بذاته غير المحتاج لأحد من خلقه، والقيوم هو الذي يحتاج إليه كل أحد سواه ولا يقوم أمره إلا به، والله هو القيوم جل جلاله. والله عز وجل جعل البيت قيام للناس. وفي القرآن لو قرأت القرآن كله وسمعته كله ما تجد ذكر القيام للناس في القرآن إلا مرتين،
وفي أمرين: القيام للناس ما ذكر في القرآن إلا مرتين، وفي أمرين. الأول المال، قال الله عز وجل في القرآن: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والناس يقولون المال قوام الحياة، وهذا صحيح لأن الله قال ذلك. والأمر الثاني الذي جعل الله فيه القيام للناس هو هذا البيت، هذه الكعبة. قال الله في القرآن: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ما معنى القيام الذي ربط بالكعبة؟ قال العلماء: القيام الذي ربط بالكعبة ينقسم إلى أربعة أقسام. الأول قيام الدين، ما دامت الكعبة باقية فالإسلام باق ولا خوف، ما دامت الكعبة باقية فالإسلام باقي، فإذا سقط بناء الكعبة فلا إسلام على ظهر الأرض. هذا من القيام الذي ربط بالبيت. الثاني قيام الأبدان، ما دام البيت باقي فالحياة للناس باقية، فإذا سقط بناء البيت قامت القيامة وانتهت حياة الناس كلهم على ظهر الأرض. قيام، وقيام عظيم. الثالث قيام الأموال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أمعر حاج قط. قيل لراوي الحديث: ما معنى ما أمعر؟ قال: أي ما افتقر، فمن صدق في حجه لا يفتقر بعد حجه. هذا قيام، قيام المال. الثالث قيام مدنية أهل الإسلام المميزة القائمة على الإيمان برب واحد، القائمة على سؤال رب واحد، القائمة على الأخوة الصادقة، يجتمع الناس من كل مكان، تختلف ألوانهم، تتنوع لغاتهم، وكل ينظر إلى من بجواره لا يعرف اسمه ولا يعرف لغته، لكن ينظر على أنه أخ له في الدين. هذه مدنية أهل الإسلام المميزة التي يجدها الإنسان هنا ويراها هنا في مثل هذه الأيام. فهذا من القيام الذي ربط بهذا البيت العتيق الذي جعله الله قيام للناس. أيضا نجد في القرآن أن الله عز وجل جعل هذا البيت مثابة للناس، وهذه خصيصة فريدة في القرآن ما تكررت وما جاءت إلا مرة واحدة، في سورة البقرة في قول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. مثابة للناس، وما ذكر هذه الخصيصة وهذه الكلمة إلا مرة واحدة وصفا لهذا البيت. المثابة، وما معنى المثابة؟ المثابة في لغة العرب بمعنى ثوب الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه. الرجوع إلى المكان بعد الصدور عنه، يعني يأتي الإنسان إلى المكان ثم يفارقه ثم يعود إليه، فلا يسمى المكان مثابة حتى أن الإنسان يأتي ثم يغادره ثم يعود إليه. والبيت مثابة بمعنى أن الناس لا يقضون منه وطرا، وأن البيت مثابة للناس يثوبون إليه بأقدامهم وقلوبهم.
ومن يثوبون إلى البيت بقلوبهم أضعاف أضعاف من يثوبون إليه بأقدامهم. كل مصلي ويتجه إلى القبلة بخشوع، هذه مثابة قلب نحو هذا البيت. والحجاج والعمار يثوبون إلى هذا البيت بأقدامهم، هذه مثابة إلى هذا البيت. والله عز وجل أخبر عن هذه الخصيصة بلفظة جعل، وجعل فائدة عظيمة إذا قرأتها في القرآن أو إذا سمعت القارئ يقرأ وجاءت كلمة جعل منسوبة إلى الله، فاعلم أن ما بعدها سيذكر الله شيئا قدريا عظيما. الله عز وجل قال إني جاعل في الأرض خليفة، أمر عظيم. وقال الله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته، أمر عظيم. وهنا قال وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، الله جعل ذلك، القلوب تحن إلى هذا المكان، سان يجد في قلبه ميل وكأن هناك من يناديه نحو هذا البيت. آية من آيات البيت، فهي خصيصة لهذا البيت. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مثابة للناس. ومن اللطائف في معنى المثابة ثبة البئر، ما هي ثبة البئر؟ قال العلماء هو المكان الذي إذا أراد الإنسان يستقي من البئر فهناك مكان يقف فيه ليستقي، وهذا المكان يكون عليه من يعني حوله من الأخشاب التي تمنعه أن يسقط في البئر، أن يكون مكاناً إذا وقف آمناً. قالوا فالمثابة هنا أن المجيء سيكون سبب أمن لقاصد هذا المكان. وقالوا أيضاً الذي يقف على ثبة البئر ويستقي الماء فهو يستقي من وسطه، وأوسط البئر أصفى الماء الذي فيه. فهذه معاني لهذا المكان. والإنسان إذا جاء لحج، والوعد الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والوعد من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أليس هذا المكان الذي يكرم الله من قصده بمثل هذه العطايا؟ إذن هو الصفاء والنقاء لهذا المكان. فإذن هذه خصيصة أيضا في كتاب الله نقرأها، وكم نحتاج أن نقف معها عندما نسمع هذا الوصف. أيضا نجد في القرآن أن الله يخبر عن هذا المكان وما حول هذا المكان بأنه حرم، حرم. أولم نمكن لهم حرما آمنا قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. هذه الخصيصة من أعظم الخصائص المرتبطة بهذا المكان، وذلك لأنها كانت من اللحظة الأولى مع هذا المكان وما فارقته ولن تفارقه إلى آخر الزمان لفظة الحرم. وإذا أطلق كلمة الحرم فلا يراد بها إلا هذا الحرم لا غير. إذا أطلقت في نص الشارع كلمة الحرم فلا يراد به إلا حرم مكة. والله عز وجل أظهر مكة للوجود بثلاث أمور، ومكة
هي أول ما خلق الله من هذا الكون المنظور سماواته وأرضه، لأن الله في بنص القرآن أخبر أنه خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم قدر أرزاق الأرض بهذا الترتيب في الخلقة، فخلق الأرض قبل خلق السماوات. وأول ما خلق من الأرض مكة شرفها الله، ثم دحيت الأرض من تحتها وأظهرها الله بثلاثة أمور: مسمى مكة، معلومة الحدود، ثم نظامها التحريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، خصيصة لهذه البقعة. حرم، والأصل في معنى الحرم المنع. الإنسان هنا قبل أن يفعل أي شيء يعلم هل هذا المكان يليق بالحرم أو لا. البلد الوحيد الذي كان وضع حدوده بوحي من الله، يبعث الله جبريل لأمين الوحي لخليله إبراهيم، فجبريل يري إبراهيم موضع حد الحرم، وإبراهيم يضع الأنصاب أي الأحجار التي تبين حد الحرم، فكانت هذه المساحة للحرم التي تبلغ 556 كيلو متر مربع، مساحة الحرم 556 كيلو متر مربع. وقفت لجنة وضع أنصاب الحرم على 1104 علم تحيط بمكة من جميع جوانبها، حدود الحرم، فكل ما داخل الحد من جهة الكعبة حرم، وكل ما هو خارج الحد من الجهة الأخرى فهو حل، ومن في الداخل يسمى حرمي نسبة إلى الحرم، ومن خارجه يسمى حلي نسبة إلى الحل، وله أحكامه الخاصة: الإحرام، المسجد الحرام، المشعر الحرام. إذن كلمة الحرم المحرم، فهذه خصيصة من خصائص هذه البقعة الحرم، وله أدبه الذي ينبغي للإنسان أن يتأدب به، أن يعلم أن العمل كما قلنا في الحرم مضاعف، وكذلك الخطيئة مغلظة، بل مما اختص به الحرم أن مجرد الهم بالمعصية يكتب على صاحبه حتى ولو لم يفعل. ألسنا نقرأ في كتاب الله: ومن يرد، ما قال من فعل، قال: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال ابن مسعود وهو فقيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: من هم أن يعصي الله بمكة كتبت عليه معصية ولو كان بعدن أبين، لو كان هو يسكن هناك وهم أنه لو دخل مكة فعل معصية ثم لم يصل إليها كتب عليه ذلك الهم معصية، بينما من فعل ذلك في غيرها وما فعل تكتب له حسنة. كل ذلك تعظيم لأرض الحرم وإدراك لهذه الخصيصة العظيمة الحرم. فهذا البيت هو المسجد الحرام والبيت الحرام، وما حوله هي الأرض الحرام. فإذا أدب السكنة لهذا المكان أن يراعي الإنسان أن هذا مكان غنم عظيم، ولكن أيضا لمن يخطئ
فإنه سيحمل وزرا عظيما، وزرا عظيما. ذلك لا خلاف بين العلماء أن الذنب في مكة أعظم وعقوبته أشد. فإذا هذه من خصائص الحرم. أيضا مما ذكر الله عز وجل عن هذا البيت أنه اختص بالأمن، والأمن للبيت والأمن للبلد ينقسم هنا إلى قسمين: أمن قدري وأمن شرعي. والمقصود بالأمن القدري هو الأمن الذي تكفل الله عز وجل به، فهو متحقق لا محالة. والأمن الشرعي هو ما كلف به الناس أن يلتزموا به وأن يحققوه في البلد الأمين. والعجيب أن الله ذكر كلمة الأمن في القرآن 40 مرة، ولكن انظروا إلى ارتباط هذه الكلمات بالأمن الذي ربط بالبيت. نحن نعلم أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في فترتين رئيسيتين: الفترة المكية والفترة المدنية. فالقرآن المكي، إذا تقرأ هذه السورة مكية أو سورة مدنية، ما معنى ذلك؟ ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة هو القرآن المكي، وما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة هو القرآن المدني. أول آية يذكر فيها الأمن في القرآن المكي ربطت بالبيت، وهي قول الله عز وجل في سورة التين: وهذا البلد الأمين. آخر آية من القرآن المكي ذكرت فيها كلمة الأمن مرتبطة بالبيت في سورة العنكبوت، في قول الله عز وجل: أولم نمكن لهم حرما آمنا. وأول آية ذكر فيها الأمن في القرآن المدني ربط بالبيت في سورة البقرة، في قول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. وآخر آية ذكر فيها الأمن في القرآن المدني في سورة المائدة، في قول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فكلمة الأمن وارتباطها بالبيت ارتباط عجيب. فالأمن كما قلت الأمن القدري، الله عز وجل أخبر أن البيت آمن في هذه الآية التي في البقرة: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فالبيت آمن في ذاته، وجاء بلفظ الاسم ليدل على أن الأمن صفة ثابتة فيه، أمن. فهذا من الأمن القدري. من الأمن القدري أن الله عز وجل أمن هذا البلد الأمين من أعظم فتنة على دين الناس، فتنة المسيح الدجال، فلا يدخل على أهل مكة، وهي خصيصة يشاركها في ذلك المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. من الأمن القدري أنها مؤمنة من الطاعون، فلا يدخلها الطاعون. من الأمن القدري الذي جعل لمكة شرفها الله، لا يجوع أهلها لبقاء زمزم الذي هو طعام طعم. سلم قال عن زمزم: لا تجف ولا تذم. هذا من الأمن القدري. من الأمن القدري أنها ستبقى بلد إسلام، وسيبقى أهلها أهل إسلام، أمن قدري. أما الأمن الشرعي وهو أن الإنسان لا يسفك فيها دما، وأن الإنسان لا يعضد فيها شجرة، وأن الإنسان لا يلتقط اللقط فيها،
ولا تحل له إلا إذا كان عنده قدرة أن يعرفها طول حياته أو يبقيها في مكانها. فأمن شرعي ولا يحمل بمكة السلاح، فكل ذلك من الأمن الشرعي الذي أراده الله أن يكون في هذا البلد لتكون مضرب المثل في الأمن. والإنسان فعلا يكون هذا فعله في هذا المكان لا يكون سبب إيذاء لأي أحد، ليبقى هذا المكان آمنا كما يريد الله وكما يحب. إذن هذه قضايا مرتبطة بخصيصة الأمن التي هي أحد الخصائص المرتبطة بهذا البيت. أيضا مما ذكر الله عز وجل عن هذا البيت أنه قبلة فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. القبلة هي هويتنا أهل الإسلام، بها نعرف أينما كنا. وكما سمعنا في الحديث من صلى صلاتنا هذه واتجه نحو قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهذا هو المسلم. فالقبلة هوية لهذا الإنسان المسلم، كيف يعرف؟ عندما يتجه نحو البيت لأداء الصلاة، لأداء الركن العظيم الصلاة، عندما يكون البيت مقصوده لأداء مناسك الحج. فإذن هذه خصيصة من خصائص هذا البيت العتيق أنه قبلة، فهو قبلتنا وعليها نتعارف ونلتقي. أسأل الله التوفيق.